أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم يا شباب. النهاردة إن شاء الله هتكون حلقتنا بتدور حول مادة السي إن سي لأبنائنا، أبناء الشعب الميكانيكية، نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، قسم تشغيل المعادن. أهلا بكم أبنائي الأعزاء، ومع بعضينا النهاردة حلقتنا هتدور حول موضوع طرق برمجة ماكينات التحكم العادي، ازاي ان احنا نقدر نبرمج ماكينات التحكم العادي السي ان سي، ماكينة المخرطة او الفريزة. النهارده هنعرف ايه هو الفرق ما بين نظام البرمجة اليدوي ونظام البرمجة الالي، هنعرف ايه مميزات كل نوع، وايه اللي انا اقدر المعلومات اللي تتوفر لي علشان اقوم بعملية البرمجة اليدوية او عملية البرمجة الالية. اهلا بكم ابنائي، ونبدا مع بعض حلقتنا ونشوف كده شاشتنا الجميله تعرض لنا ايه. مع بعضينا على الشاشه احنا عندنا بيقول لي طرق برمجه ماكينات التحكم العددي. طيب احنا عندنا اولا اسمها الطريقه او البرمجه اليدويه. يعني ايه برمجه يدويه يا ولاد؟ برمجه يدويه معناها ان انا اللي هقوم بعمليه البرمجه للمكنه. بمعنى ايه؟ المبرمج هو اللي هيبدأ يدخل البرنامج يدوي على الكيبورد بتاعة جهاز الكمبيوتر، وبالتالي هو اللي بيعمل إدخال البيانات بنفسه على جهاز الكمبيوتر. طيب إيه بقى البرمجة الآلية؟ لا، أنا في الحالة دي بصور المنتج اللي أنا عايز أنتجه، وببدأ أصدر الصورة بتاعت المنتج ده للمكنة. المكنة هي اللي بتعمل البرنامج، وهي اللي بتختار السرعة، هي اللي بتختار العدد، هي اللي بتختار كل حاجة وبتشتغل. إنما لو أنا جيت دخلت البرنامج للمكنة، أنا اللي اخترت السرعة وعمق القطع والتغذية للمكنة، يبقى دي اسمها البرمجة اليدوية. يبقى مع بعضينا كده بقى نشوف ايه هي البرمجة اليدوية. قال لي البرمجة اليدوية هي الاعداد المباشر للبرنامج التشغيل عن طريق تحويل الخطوات التشغيلية لقطعة الشغلة المراد تصنيعها الى برنامج مستخدما احد لغات برمجة ماكينات التحكم العددي. تاني، هي الاعداد المباشر للبرنامج التشغيل عن طريق تحويل الخطوات التشغيلية إلى خطوات تصنيعية للبرنامج مستخدما أحد لغات برمجة ماكينات التحكم العددي. إيه الكلام الجميل ده؟ بيقول لي هي الإعداد المباشر لخطوات البرنامج. يعني إيه إعداد مباشر؟ يعني أنا اللي بعد خطوات البرنامج بطريقة مباشرة للكمبيوتر او لبرنامج السي ان سي، علشان بعد كده انا اللي بصدر البرنامج ده لمين؟ للمكنه. طب انا بقوم باعداد البرنامج ده ازاي؟ انا بمسك الرسمه بتاعتي، اشوف الرسمه ديت هو عايز ينتج منها ايه، بعرف بقى مراحل التصنيع وببدا احددها، وبعد ما بحددها بعمل لها برنامج، وبعد ما اعمل لها برنامج ببدا ادخل البرنامج ده اكتبه على جهاز الكمبيوتر. طب البرنامج ده عشان المكنه تشتغله محتاج عدد قطع، يبقى انا كمبرمج اللي بختار عدد القطع. طيب البرنامج ده عشان ينفذ المشغوله ديت محتاج تسلسل لعمليات التشغيل، انا كمبرمج اللي بقوم بتحديد التسلسل لعمليات التشغيل. علشان انفذ الشغلة دي لازم احدد سرعة القطع والتغذية وعمق القطع. يبقى في الحالة ديت انا اللي بحدد التغذية والسرعة وعمق القطع، مش جهاز البرمجة او مش كنترول المكنة. طالما انا اللي قمت بتنفيذ كل هذه المعلومات، يبقى دي برمجة يدوية، لان انا اللي كتبت بايدي، وانا اللي دخلت المنتج بايدي، وانا اللي اخترت له السرعة والتغذية وعمق القطع بايدي. طالما انا اللي عملت كل المدخلات دي تسمى هذه البرمجة بالبرمجة اليدوية. تمام حبايبي؟ طيب نشوف بقى كده البرمجة اليدوية دي ايه المعلومات اللي بتحتاجها علشان اعملها.
مع بعضينا كده خطوات البرمجة اليدوية. ايه هي خطوات البرمجة اليدوية؟ اول حاجة قال لي لازم تحددي المعلومات الفنية عن الشغلة بتاعتك، تعرفينا ابعاد الشغلة ايه هي، التفاوتات والتجاوزات اللي انتوا عايزينها في الشغلة دي قد ايه، ادوات القطع اللي هنشتغل بيها في الشغلة دي ايه هي نوعها. يبقى اول حاجة عشان اعمل برمجة يدوية لازم احدد المعلومات الفنية، زي ايه؟ زي الابعاد، زي التفاوتات والتجاوزات، زي ادوات القطع اللي احنا هنشتغل بيها. كمان تاني حاجة لازم احدد شروط القطع اللي انا هشتغل بيها. ايه هي شروط القطع بتاعي؟ التغذية قد ايه؟ عمق القطع بتاعي قد ايه؟ السرعة قد ايه؟ يبقى لازم احدد شروط القطع اللي انا هشتغل بيها. بناء على ايه بتتحدد شروط القطع؟ على نوع معدن الشغلة، على نوع معدن العدة، على امكانيات الماكينة، عن درجة تشطيب السطح اللي انا هشطبه. يبقى حبايبي لما اجي ابقى انا المبرمج وانا اللي هعمل البرنامج، اول خطوة اعملها اعرف المعلومات الفنية عن الشغلة بتاعتي. ايه هي المعلومات الفنية؟ الشغلة دي ابعادها كم في كام؟ كل عملية هتتم فيها ابعادها قد ايه؟ دي كده اول حاجة من المعلومات الفنية، الابعاد. تاني حاجة الفيت والتولرانس، التجاوزات والتفاوتات اللي انا محتاجاها عشان اشطب بيها المنتج ده. ده بيبقى مكتوب على الرسم التنفيذي. يبقى تاني معلومة اعرف التفاوتات والتجاوزات. تالت حاجة اعرف نتيجة العمليات اللي هتتم على الشغلة دي ايه هي عدد القطع اللي انا هستخدمها علشان انفذ بيها عمليات التشغيل بتاعتي دي. يبقى انا في الحالة ديت محتاج اعرف معلومات فنية زي الابعاد، زي التفاوتات والتجاوزات، نوع العدة اللي انا هشتغل بيها. ايه كمان محتاج اعرفه يا اولاد؟ شروط القطع اللي انا هشتغل بيها. ايه هي شروط القطع يا مس؟ شروط القطع دي انت هتشتغل في كل مشوار قطع عمق قطع قد ايه؟ لازم تبقى عارف عمق القطع اللي هتشتغل بيه. هتظبط المكنة على سرعة قطع كام؟ لازم اكون عارف سرعة القطع بتاعتي. التغذية اللي احنا هنمشي بيها سواء كانت في الفينيشنج او في الرافنج كان، يبقى لازم اعرف قيمة التغذية اللي انا هشتغل عليها. طيب عايزين نفهم يا ميس، هو شروط القطع دي في عوامل بيتوقف عليها اختيار شروط القطع لما نيجي ننفذ عمليات التشغيل على ماكينات التحكم العددي؟ في شروط يا ولاد اسمها ايه هي العوامل التي يتوقف عليها اختيار شروط القطع؟ العوامل دي عدة يا ولاد. واحد، بختار شروط القطع بناء على نوع معدن الشغلة. اتنين، نوع معدن العدة اللي هقطع بيها الشغلة. تلاتة، درجة تشطيب السطح اللي انا عايز انتجه. اربعة، امكانيات الماكينة بتاعتي. طب يا ميس حضرتك بتقولي امكانيات الماكينة، هو ايه اللي دخل امكانيات الماكينة في شروط القطع؟ لو انا استخدمت سرعة عالية جدا والسرعة دي غير مناسبة لامكانية المكنة، المكنة هتترج مني، هيحصل فايبريشن، هيأثر على نوع التشغيل او درجة تشطيب السطح بتاعي. يبقى في الحالة ديت انا بدل ما بطلع سطح بجودة عالية، لا، انا عملت مشكلة طلع لي السطح بتاعي رديء نتيجة ان انا اخترت شروط قطع غير مناسبة وغير ملائمة لنوع المكنة اللي انا شغال اللي انا شغال عليها. لذلك لما بنيجي نستخدم ضبط السرعة او التغذية او عمق القطع، لازم اعرف معدلات السرعة والتغذية وعمق القطع بالنسبة للمكنة اللي انا شغال عليها وكمان اعرف نوع الشغلة اللي انا شغال فيها معدنها ايه، علشان لما استخدم سرعة او
عمق او تغذيه، يبقى العوامل دي مناسبه جدا جدا لنوع الخامه اللي انا شغال فيها. كمان لازم اعرف درجه تشطيب السطح المطلوب تنفيذه، علشان لو انا استخدمت تغذيه او عمق قطع او سرعه غير مناسبه، درجة تشطيب السطح هتبقى متأثرة بهذه الشروط وهتطلع غير المرجى أو غير المطلوب، وهيبقى تشطيب المنتج مش زي الدقة المطلوبة من التصنيع بتاعي. فبالتالي لازم علشان أستخدم شروط القاطع بتاعتي لازم أكون بستخدمها بفطانة، بحيث ان هي تؤدي الغرض المطلوب للمنتج بتاعي ويطلع المنتج بالجودة المطلوبة. فلذلك بيقول لي لما تيجي تبرمج لازم تكون عندك معلومات فنية، ابعاد الشغل التفاوتات ونوع العدد اللي انت تشتغل بيها. كمان لما تيجي تبرمج الشغلة بتاعتك لازم يكون عندك معلومات عن السرعة والتغذية وعمق القطع، اللي هي شروط القطع اللي انت هتقطع بيها. وزي ما قلنا كده، شروط القطع دي لو اتاخدت صح المنتج بيطلع بدرجة جودة عالية، لو انا حطيتها غلط او مخالفة لنوع العدة او نوع الشغلة اللي انا شغال فيها، ده طبعا جودة السطح بتاعتي تطلع رديئة جدا. طب ايه كمان اقدر ان انا اراعيه وانا ببرمج الشغلة ولازم تكون من الخطوات اللي انا هنفذها عند البرمجة؟ قال لي كتابة البرنامج باستخدام الجي ام كود. اكتب بقى البرنامج، مش انا عرفت دلوقتي معلومات فنية عن الشغلة وعرفت شروط القطع، ابدأ اكتب الجي ام كود بتاعتي بتاعة البرنامج بتاعي. طيب بعد كده بقى بيقول لي يا اولاد انا دلوقتي جبت المعلومات الفنية وجبت الشروط القاطع وكتبت البرنامج، ببدأ ادخله على المكنة بتاعتي واعمل له حاجة اسمها سيموليشن. السيموليشن ده بيبين لي لو انا كاتب البرنامج صح او غلط، لو في اي مشكله بعدل في خطوات البرنامج، بحيث ان السيموليشن بتاعي يبقى فعلا بيديني المنتج بخطوات التنفيذيه اللي انا عايزها صح، وبيديني الشكل والابعاد اللي انا عايزهم للمنتج في النهايه صح. لو المنتج طلع زي ما انا عايز في الحاله ديت، باخد البرنامج وابدا اصدره على المكنه واعمل له حاجه اسمها دراي اون، يعني تشغيل على الجاف الاول من غير شغله، واعمل عمليه تمثيل لحركه العده في المكنه عشان اطمن ان عمليه التمثيل دي لما اجي احط شغله هي دي فعلا اللي هتتم، يبقى انا ما هدرتش معايا خامه لمين؟ للشغله بتاعتي. تمام. يبقى الخطوات، اول حاجه في البرمجه اليدويه، اول حاجه بعرف المعلومات الفنيه زي ابعاد الشغله، التفاوتات بتاعتي، نوع العدد اللي انا هشتغل بيها. تاني حاجة ببدأ ان انا اعرف شروط القطع زي التغذية وعمق القطع والسرعة. كمان ببدأ ان انا احدد اولويات عمليات التنفيذ للشغلة، واحدد ايه العمليات اللي هتتعمل وفقا لاولويات عمليات التشغيل اللي انا عايزها. بعد كده ببدأ اكتب البرنامج بجي ام كود، ببدأ ادخل البرنامج ده على جهاز الكمبيوتر واعمل له سيموليشن واتأكد ان مفيش اي خطأ في الشكل او الابعاد المطلوب للمنتج بتاعي. بعد كده ببدأ اصدر المنتج ده او اصدر البرنامج ده للمكنة عشان هي تقوم بتنفيذ هذا البرنامج على قطعة الشغلة اللي انا هربطها في المكنة وهتبدأ تنفذها، وفي النهاية بيطلع لي المنتج وفق الأبعاد والشكل المطلوب حسب الرسم التنفيذي المعطى. تمام. كل العمليات دي انا عملتها انا كمبرمج، فعشان كده سميتها برمجة ايه؟ برمجة يدوية. دلوقتي بقى نبص بقى مع بعضنا على الشاشة ونشوف ايه هي البرمجة الآلية. ايه هي البرمجة الآلية؟ بيقول لي ثانيا البرمجة الآلية ويقصد بها الإعداد غير المباشر. كنا في البرمجة اليدوية قلنا الإعداد المباشر، إنما البرمجة الآلية بيقصد بها الإعداد غير المباشر لبرنامج التشغيل عن طريق استخدام نظام التصميم والتصنيع المدعم بالحاسب الآلي، والنظام ده احنا بنسميه الكات كام كنترول. الكات كام ايه؟ كنترول. يبقى انا عندي هنا البرمجة الآلية يقصد بها الإعداد غير المباشر للبرنامج التشغيلي عن طريق استخدام نظام التصميم والتصنيع المدعم بالحاسب الآلي اللي هو الكات كام كنترول. يبقى انا عندي دلوقتي اول حاجة اولاد قبل ما نشتغل في خطوات البرمجة الآلية، يعني ايه برمجة آلية؟ برمجة آلية حبايبي ان انا دلوقتي بعمل عملية تصميم او اعداد غير مباشر للمنتج بتاعي، بحيث ان انا بدي الصورة او الخطوات بتاعة المنتج بتاع الرسمة بتاعة المنتج بتاعي للجهاز الكمبيوتر، هو اللي بيقوم بتنفيذ المنتج من A to Z.
طيب اول حاجه انا ببرمج اليا ازاي؟ بجيب الرسم الفني للشغل وابعادها، ببدا ادخل الرسمه على جهاز الكمبيوتر، بيبدا جهاز الكمبيوتر يختار البيانات، بيانات العدد المستخدمه وارقامها، بعد كده بيقوم الحاسب بعمل حسابات الفنيه اللي هي سرعه القطع والتغذيه، بيقوم الحاسب بترتيب الخطوات التكنولوجيه لتشغيل قطعه الشغل، الحاسب بيقوم بتحديد أداة القطع المناسبة لكل عملية تشغيل، كمان الحاسب بيقوم بتحديد مسار القطع، بيقوم المعالج بتاع الحاسب بتحويل المعطيات السابقة كلها إلى برنامج تشغيل وإرساله إلى ماكينة الإيه؟ التشغيل. الكلام الجميل ده، إحنا في كل خطوات البرمجة الآلية كنا بنقول يقوم الحاسب بي، يقوم الحاسب بي، إذا مفيش إيه؟ تدخل يدوي، عشان كده سميناها برمجة آلية. أول حاجة بجيب الرسم الفني بتاع المنتج اللي أنا عايزه، الرسم الفني ده بروح مصدراه لبرنامج السي إن سي، المكنة بديهيا بتقرا الرسمة بتاعتي، بتبدأ تحلل الرسمة دي الأبعاد وتفاوتات اللي أنا كنت بعمله، الجهاز البرمجة بقى هو اللي بيعمله، يبدأ يحلل الرسمة لأبعاد وتفاوتات ويبدأ يختار أدوات القطع هو للمنتج ده، وبناء عليه يبدأ يختار شروط القطع اللي هي السرعة والتغذية وعمق القطع، وبناء عليه يبدأ يحدد ايه هي خطوات التشغيل، التسلسل المنطقي لخطوات التشغيل بتاعته، ويبدأ ينفذ خطوات التسلسل التشغيلي بطريقة منطقية. يبقى دلوقتي العامل ما تدخلش في اي حاجة، العامل ما عليه غير ان هو ادى الرسمة بتاعت المنتج للمكنة، المكنة بناء عليها برنامج السي ان سي بدأ يحلل لها الرسمة ويبدأ يحدد لها الأبعاد ويحدد لها التفاوتات ويجيب لها العدد اللي احنا عايزينها ويختار لها السرعة والتغذية وعمق القطع، كمان يرتب لها أولويات العمل في المنتج ويظبط التسلسل التشغيلي لعمليات الإنتاج وفق العمليات اللي احنا ايه اللي احنا عايزينها. وبالتالي هو جهاز الكمبيوتر والبرنامج والمكنة هي اللي بتقوم بكل عملية البرمجة، لذلك احنا سميناها البرمجة الآلية. دلوقتي بقى نشوف مع بعضينا كده فيديو جميل كده يبين لنا ايه هي البرمجة الآلية وازاي احنا بنعمل عملية برمجة آلية للماكينات بتاعتنا. مع بعضينا كده على الشاشة نشوف الفيديو الجميل ده، هو بنعمل ازاي برمجة آلية والمنتج بتاعنا بيتنفذ بدون تدخل اي تدخل من العامل خالص. ده كده الفيديو. هنا المكنة هي بتشتغل، برنامج هو اللي بيشغل المكنة، هو هنا بيجي البرنامج بيعمل عملية فيسنج، يعني بيجيب العدة والعدة بتبدأ تعمل عملية فيسنج بدون تدخل من اي عامل او تحكم او ضبط مكنة او اي حاجة، بيبدأ البرنامج يتحكم في المكنة ويعمل لنا عملية الفيسنج بتاعتنا، بتبدأ نغير العدة، بيتغير العدة اوتوماتيك وبيجيب عدة بتعمل عملية الجروفينج، يعني بعد ما عمل الفيسنج بيعمل عملية جروفينج، هو اتغيرت العدة من تلقاء نفسها هي وجاب العدة التانية، ولا في عامل فك عدة ولا ركب عدة ولا حاجة، هو كله شغال اوتوميشن. بدأ يعمل هنا هو عملية فيسنج تانية ويجيب القلم التاني بتاع عملية الخراطة الطولية، اهي بدأ يعمل عملية خراطة طولية، وبعد كده بيعمل اكسترنال ثريد اللي هي بيجيب قلم الالواز وبيعمل بيه اكسترنال ثريد، يعني عمليه الواز خارجيه. ده بردك اوتوماتيك، هو غير دلوقتي اربع عدد من غير ما يتدخل العامل ولا يغير اي عده، لذلك دي اسمها البرمجه الاليه. دي برمجه اليه، حصل تغير للعدد وحصل تغير لسرعه القطع وحصل تغير للتغذيه وحصل تغير للابعاد والتفاوتات واختار العدد المناسبه بتاعته اللي هو هيشتغل بيها من تلقاء ذاته، هو البرنامج اللي عمل الشغلانه ديت، لذلك عمليه البرمجه اللي قصادنا دي اللي ادت لهذا العمل دي عمليه برمجه اليه، تمت اليا. يبقى انا هنا ببرمج البرنامج بتاعي، بصدر بس بجيب نوع المنتج اللي انا عايز انتجه، صورة المنتج ده وبديها للمكنة، المكنة بتختار لي السرعة والتغذية وعمق القطع، بتختار لي عدد القطع، بتعرف ايه هي العمليات اللي بتعملها بالترتيب وبتبدأ ترتب لي عمليات القطع بالترتيب، زي ما عمل هنا قدامي فيسنج وبعد كده عمل كونتورنج وبعد كده عمل جروفنج وبعد كده عمل ثريدنج،
ودلوقتي قطع الشغله ودلوقتي بيبدا يعمل عمليه تشغيل داخلي. كل العمليات دي مين اللي رتبها ومين اللي بينفذها؟ البرنامج بتاعي نفسه. يبقى هنا دلوقتي بص هو بيعمل ايه، بيعمل سنتر دريلنج، بيعمل عمليه سنتره، وبعديها هيبدا يعمل عمليه دريلنج يعني هيعمل عمليه الصلب، وبعديها يبدا يعمل عمليه البارتنج اللي هي عمليه الخراطه الداخليه. طيب كل العمليات دي مين اللي رتبها ومين اللي نفذها كده؟ هو البرنامج. ليه البرنامج؟ لان هو بيعمل عمليه برمجه بنسميها البرمجه الاليه. بنعمل عمليه برمجه بنسميها البرمجه الايه؟ الاليه. انا كان هدفي من الفيديو ده تعرف ان انا دلوقتي ما بتحكمش في المكن، انا ممكن ندي المنتج بتاعي للمكنه، المكنه هي اللي بتعمل لي البرنامج وهي اللي بتنفذه وهي اللي بتجيب لي العدد وبتبدا تحدد سرعه القطع وتحدد التغذيه وتحدد عمق القطع، هي اللي بتبدا تعمل لي الموشن بتاع المكنه او الموشن بتاع اجزاء المكنه والعدد مع اجزاء المكنه بتاعتي، وتبدا تديني التشطيب اللي انا ايه اللي انا عايزه. كل الكلام ده بيتم الي، فبالتالي دي بنسميها البرمجه الايه؟ الاليه يا حبايبي. تمام، ده كان الهدف من الفيديو بتاعنا اللي احنا عرضناه دلوقتي. دلوقتي مع بعضينا بقى نشوف ايه هي تاني، ايه هي الخطوات اللي اقدر من خلالها زي ما قلنا ننفذ البرمجه الاليه بعد عرض الفيديو الجميل بتاعنا ده. اول حاجه ان انا بجيب الرسم الفني للشغله وابعادها، بدخل بيانات العده المستخدمه وارقامها، بيقوم الحاسب بعمل الحسابات الفنيه زي سرعه القطع والتغذيه وعمق القطع، الحاسب بيقوم بترتيب خطوات تكنولوجيه لتشغيل القطعه، الحاسب بيقوم بتحديد اداه القطع المناسبه لكل عمليه، بيقوم بتحديد مسار القطع بتاعي، بيقوم بمعالجه او تحويل المعطيات السابقه الى برنامج تشغيلي وارساله الى ماكينات التحكم العددي. دلوقتي يا اولاد بقى هنبدا نشتغل في لغات البرمجه. لغات البرمجه بتاعتنا احنا عندنا 3 لغات للبرمجه، لغه الرسم اللي هي الكاد، ولغه الاكواد اللي هي جي ام كود، ولغه المحادثه اللي هي الكونفرزيشن بروجرام. يبقى انا لما يجي حد يقول لي ايه هي لغات البرمجه اللي عندي في النظام البرمجه بتاعي ونظام التحكم بتاعي، هقول له والله ده نظام التحكم اللي انا بشتغل عليه ده بيوفر لي 3 لغات برمجه. ايه هي لغات البرمجه اللي بيوفرها لي الكنترول بتاعي؟ اول حاجه الكاد، لغه الكاد، كمان لغه الجي ام كود، كمان لغه اخرى اسمها الكونفرزيشن بروجرام. طيب انا لما اجي اشتغل على اي لغه برمجه انا محتاج ان انا اعرف محاور المكنه. طب ايه هي محاور المكنه؟ كنا قلناها في حلقه سابقه ولكن لابد من ذكرها في هذه الجزئيه في الحلقه. طيب احنا عندنا 3 انواع من محاور الحركه لاي مكنه سي ان سي فريزه. احنا قلنا محور اكس، محور واي، ومحور زد. محور الاكس اللي هو بيمثل الطول او الحركه الطوليه للعده بتاعتي، المحور واي هو بيمثل الحركه العرضيه للشغله بتاعتي، حركه العده في اتجاه الطول الاتجاه العرضي ده بمثله بالمحور واي، وحركة العدة في الاتجاه الطولي بمثله بالمحور اكس، وحركة العدة في الاتجاه العمودي ده بمثله بالمحور زد. طيب احنا عندنا بقى بعض الاكواد يا ولاد اللي احنا بنقدر نستخدمها عشان نبرمج بيها. عندي حاجة اسمها G54 او G59. ايه الموضوع ده؟ بيقولي ده اسمه الورك بيس زيرو بوينت. يعني ايه الورك بيس زيرو بوينت حبايبي؟ يعني انا دلوقتي لو انا عندي الماشين زيرو بوينت، الماشين زيرو بوينت اهي دي نقطة الماشين زيرو بوينت، انا بعمل عملية ترحيل من الماشين زيرو بوينت اهي للورك بيس زيرو بوينت، عشان ارحل من الماشين زيرو بوينت من النقطة دي للورك بيس زيرو بوينت اللي هي النقطة دي، في الحالة ديت لازم استخدم الكود جي 4 وكام؟ 54. طب احنا فهمنا جي 54 يا مس، ليه حطيتي جنبيها جي 59؟ قال لي يا اولاد ممكن الزيرو اللي انا عايز ارحله ده يبقى في اكثر من بلان على الشغل، في اكثر من مستوى على الشغل، فبحط زيرو في الصفحه 59 لاحد البلان، وبحط زيرو اخر في الصفحه 55 لبلان اخر، 56 لبلان اخر، 57. عندي بقى متوفر لحد كام؟ لحد جي 9 وكام؟ و50. طيب يبقى انا دلوقتي يا اولاد لما اجي اقول ترحيل نقطه صفر الماكينه،
يعني ايه ترحيل نقطة صفر الماكينة؟ يعني برحل نقطة صفر المكنة من نقطة الزيرو بتاعة الورك بي، من نقطة الزيرو بتاعة الماشين زيرو بوينت، برحل النقطة دي إلى نقطة الورك بي زيرو ايه؟ زيرو بوينت. عندي كام صفحة أقدر أبرمج فيهم أو أرحل فيهم الصفر بتاع الشغلة؟ قال لي عندي أكتر من صفحة في السيتنج بتاع المكنة. عندي الصفحة اللي هي جي 54 و55 56 57 58 59. في عندي بعض المكن بيوصلوا لجي 99، يعني أنا عندي صفحات كتيرة جدا أقدر لأي شغلة بقلب الصفحة وأحط السيتنج بتاعت الإيه الشغلة اللي بعديها وهكذا على المكنة بتاعتي. فأنا عندي هنا كود اللي بيرحل نقطة صفر الماكينة لنقطة صفر الشغلة اسمه جي 54. وبكده بقدر ان انا ابدا ارحل ابعاد زيرو ماشين زيرو بوينت للورك بي زيرو بوينت عشان اشتغل من نقطه الورك بي زيرو ايه زيرو بوينت. تمام يا حبايبي؟ طيب نبدا بقى مع بعضينا كده. بيقول لي ايه هو امر الحركه في تقريب خطي تقريب خطي باقصى سرعه ممكنه. قال لي الامر اسمه جي 00. الامر جي 00 ده امر الانتقال السريع من نقطه الى نقطه في خط مستقيم وبدون تغذيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو جاي بمس الشغله ومش هدي تغذيه في الحاله ديت بجيب العده عشان تتحرك باقصى سرعه ممكنه وبدون تغذيه في خط مستقيم عن طريق الكود جي 00. يبقى ايه هو الكود جي 00؟ هو عبارة عن أمر بيحرك العدة في خط مستقيم عدل أو مائل بدون تغذية وبدون قطع، بدون تغذية وبدون إيه قطع. يبقى أنا دلوقتي خارج العدة، خارج الشغل، الشغل أهي، العدة أهي في الفراغ، عايزها تيجي بس تقرب على الشغلة، مش تمس الشغلة اللي هتشتغل فيها، تقرب بس على الشغل. طالما أنا هجيبها في الفراغ كده بجيبها بأقصى سرعة. ليه؟ لأنها مش داخلة في معدن، دي جاية في الفراغ. ايه هو الامر اللي يجيبها لي باقصى سرعه في الفراغ كده؟ اسمه جي 00. اسمه ايه؟ الجي 00. يبقى امر جي 00 هو امر حركه باقصى سرعه وفي خط مستقيم وبدون تغذيه. تمام؟ طيب ايه الامر بقى اللي يتحرك بتغذيه وفي خط مستقيم داخل الشغله بقى؟ انا عايزه اتحرك جوه الشغله بقى بخط مستقيم. جوه الشغله قال لي جي 01. جي زيرو كام؟ واحد. يبقى انا عندي كود اسمه جي زيرو زيرو، ده امر الحركة بدون تغذية في خط مستقيم وبدون ايه قطع خارج الشغلة. طبعا خارج الشغل، انما هتحرك بتغذية بطيئة في خط مستقيم داخل الشغلة، يبقى امر جي زيرو كام؟ واحد. تمام يا حبايبي؟ طيب عايزين نعرف برضك ايه هو الامر اللي اقدر اتحرك فيه في دوران مع اتجاه عقارب الساعة او عكس اتجاه عقارب الساعة. قال لي بص يا اولاد، هنا لو جينا بصينا على الرسمة الجميلة بتاعتنا ديت، العدة بتاعتنا فين؟ دي العدة، العدة هتبدأ من هنا، العدة هتبدأ من هنا، هتبدأ تتحرك كده. لقيت ان العده مش ماشيه في خط مستقيم، ده العده ماشيه في ايه؟ في دوران. طب احنا لو جينا مع الدوران ده شفنا ايه؟ هل هو مع عقارب الساعه ولا عكس اتجاه عقارب الساعه؟ تعال نشوف كده. او احنا ماشيين من هنا كده، هنتحرك بالمنظر ده كده، يبقى انا ماشي في ايه؟ في دوران مع اتجاه عقارب الايه؟ الساعه. يبقى طالما دوران ومع اتجاه عقارب الساعه يبقى انا شغال بالجي كام؟ جي 02. يبقى ايه هو الامر جي 02؟ امر الحركة في تقريب دائري في منحنى مع اتجاه عقارب الايه؟ الساعة. طيب الامر ده لما باجي برمجه ببرمجه بكام طريقة؟ قال لي بيتبرمج بطريقتين. لو انت معاك الدوران بتاعك ده نصف دائرة صريح، بكتب الامر بتاعي ده بدلالة الار، بكتبه بدلالة مين؟ الار. طيب لو نصف الدائرة بتاعتي دوت دوران غير صريح ومش نص دائرة، ده جزء من دائرة، جزء من محيط دائرة، في الحالة دي ما ينفعش يكون بمعلومية الار، يبقى بمعلومية حاجة اسمها الجي والكي، حاجة اسمها الجي والايه والكي. يبقى انا عندي دلوقتي يا ولاد
لو الدوران بتاعي اللي انا شغال بيه ده مع اتجاه عقارب الساعة، القوط بتاعه يبقى كام؟ يبقى G02. طب يعني ايه G02؟ امر الحركة في تقريب دائري في منحنى مع اتجاه عقارب الايه؟ الساعة. طب امتى يكون البرمجة بتاع G02 بمعلومية الار؟ لو كان الدوران بتاعي ربع دايرة او نص دايرة او تلات ارباع دايرة او دايرة كاملة. يبقى لو ربع دايرة، نص دايرة، تلات ارباع دايرة، دايرة كاملة، في الحالة ديت يبقى الدوران بتاعي بيشتغل بمعلومية مين؟ الار. طب لو كان الدوران بتاعي ده جزء من محيط دائرة، يعني مش مكمل ربع دايرة او نص دايرة او تلات ارباع دايرة، في الحالة دي ما يبقاش بمعلومية الار، يبقى بمعلومية الجي والاي، الاي والجي، بمعلومية الاي والاي والجي. طيب تعالوا بقى نشوف كده. لو انا عندي دوران، الدوران هنا، بص العدة هنا، العدة دي هتبدأ تتحرك في الاتجاه ده كده، ده دوران، بس دوران مش مع عقارب الساعة، دوران عكس اتجاه عقارب الساعة. طالما الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة استخدم له جي زيرو كام؟ تلاتة. جي زيرو تلاتة. ايه هو جي زيرو تلاتة؟ امر الحركة في تقريب دائري في منحنى عكس اتجاه عقارب الايه؟ الساعة. طيب بمعلومية مين؟ الار. ليه بمعلومية الار؟ لان ده ربع دايرة صريح. احنا قلنا لو ربع دايرة او نص دايرة او تلات ارباع دايرة او دايرة كاملة، في الحالة دي يبقى بمعلومية مين؟ الار. يبقى انا هنا العدة هتتحرك عكس اتجاه عقارب الساعة في دوران، يبقى ياخد جي زيرو تلاتة. بمعلومية الار ولا مش بمعلومية الار؟ اشوفه، ده ربع دايرة صريح، يبقى ياخد بمعلومية الار. طب لو ما كانش نص ربع دايرة صريح يبقى ما ينفعش بمعلومية الار، يبقى بمعلومية الاي والاي والجي، معلومية الاي والاي والجي. يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا لو عندي حركة خطية مستقيم للعدة خارج الشغلة، مش هشتغل جوه الشغل، بأقصى سرعة ممكنة اديها جي زيرو زيرو. لو هتحرك جوه الشغل في خط مستقيم بتغذية بطيئة يبقى جي زيرو واحد. لو هشتغل في الشغلة بتاعتي دوران، والدوران ده جه مع اتجاه عقارب الساعة، دوران مع اتجاه عقارب الساعة، يبقى في الحالة دي هستخدم جي زيرو اتنين. لو هشتغل دوران والدوران ده عكس اتجاه عقارب الساعة يبقى جي زيرو كام؟ جي زيرو تلاتة. يبقى أنا دلوقتي عندي أكواد بدأت تفهمها عشان أبدأ أعمل الشغل بتاعي في المشغولة بتاعتي. لو العدة هتعمل خط مستقيم وهتمشي في خط مستقيم بدون تغذية خارج الشغلة، جي زيرو زيرو. هتمشي بتغذية بطيئة جوه الشغلة، جي زيرو واحد. هتبدأ تنفذ دوران مع اتجاه عقارب الساعة، جي زيرو اتنين. هتنفذ دوران عكس اتجاه عقارب الساعة، جي زيرو كام؟ تلاتة يا ولاد. تمام يا حبايبي؟ طيب عايزين بقى نعرف لو انا هعمل قياس الابعاد بتاعتي في المحاور الاساسية، او احنا عندنا نوعين من انظمة القياس، نظام القياس المطلق ونظام القياس التراكمي او التزايدي. نظام القياس المطلق اللي هو بنسميه الابسوليوت بروجرامينج، ونظام القياس التراكمي او التزايدي بنسميه الانكريمنتال بروجرامينج. ايه الفرق ما بين نظامين؟ نظام القياس المطلق ده انا بحسب فيه جميع الابعاد منسوبه لنقطه صفر الشغل، بحسب فيه كل الابعاد منسوبه لنقطه صفر الايه؟ الشغل. فالنظام ده احنا بنسميه الابسوليوت بروجرامينج. يعني ايه بتنسب كل الابعاد لصفر الشغلة؟ يعني لما باجي اقول من الزيرو 30، طيب بعد كده انا زودت 20 يبقى من الزيرو 50، بعد كده انا زودت 20 يبقى من الزيرو 70. ده نظام القياس الايه؟ المطلق، بنسب كل الابعاد لنقطة صفر مين؟ الشغل. عندي نظام اخر اسمه نظام القياس التراكمي او التزايدي او النسبي. ده باخد البعد بتاعي الخاص بالجزء اللي انا بشغله. يعني بمعنى ايه؟ لو انا هشتغل في جزئية من الزيرو 30 يبقى في الحالة ديت 30 بس، بعد كده 20 يبقى بقول 20 بس. يبقى انا عندي المسافات الفعلية نظام تراكمي، المسافات الكلية نظام مطلق. وبكده حبايبي احنا وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا جميلة. اشكركم واترككم في رعاية الله وامني، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شباب.